ما حكم الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم او بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز الدعاء بجاه النبي ولا بحق النبي او حق فلان ابدا، هذا من البدع. تدعو الله بدون ان تقول بجاه فلان، لان الجاه ما ورد دليل على انه يسأل به، مع ان الرسول له جاه وعيسى وجيه عند الله وموسى، لكن ما ورد انه يدعى بجاههم، ونحن لا نفعل الا شيء بدليل. السؤال بالجاه او بحق فلان هذا لا يجوز، لانه من البدعة في الدعاء. نعم.